واتس اون ام تي في. وامبارح المساء مشاهدينا تابعنا سهره منوعه على شاشتنا، ابتدت بعد الاخبار مع الحلقه التاسعه من المسلسل اللبناني الكوميدي فرصه عيد مع مجموعه من ابرز الممثلين. تعرفنا ببدايه هالقصه على تمار وريم، صبيه عايشه بالضيعه والثاني عايشه بالمدينه، واثنيناتهم عاشوا تجارب مماثله، اثنيناتهم عاشوا خيبات امل على الصعيد العاطفي، وقرروا خلال فرصه العيد يغيروا حياتهم جذريا. بنت الضيعه انتقلت على المدينه وبنت المدينه راحت على الضيعه على امل انه يتغير حظهم اذا بدكم ويلاقوا الحب الحقيقي. وعلى مدى 9 حلقات تابعنا احداث هالمسلسل اللي بيجمع بين الكوميديا والدراما مع وجوه بنعرفها ووجوه كمان بنتعرف عليها لاول مره، والاحداث قربت تنتهي. الجمعه الجاي رح نشوف تطورات جديده بهالمسلسل، فكونوا على الموعد. وبعد فرصه عيد مشاهدينا كنتوا على موعد مع البرنامج المنتظر 15:44 مع الإعلامي توني خليفي، برنامج بيطرح مواضيع حياتية اجتماعية سياسية وإنسانية بأسلوب ما بيشبه حدا. وبحلقة مبارح تابعنا أحداث مشوقة، رافقنا الطالبة اللي تعرضت للاغتصاب كمان لغرفة الولادة. وبعد ما سمعنا الأسبوع الماضي أصوات أصحاب مهن كانوا بيتمنوا أن يكونوا فنانين، شفنا مين اختارت لجنة التحكيم حتى تحقق له حلمه. طرحنا كمان سؤال حول عدم انخفاض الأسعار بعد ما انخفض سعر صفيحة البنزين. ومن المغرب مباشرة على الهواء استعرضنا توقعات نوستراداموس العرب والدول العربية كمان والعالم. بالحلقة كمان عجيب الدي شربل ومعجزات السيدة زينب بالشفاءات بين الحقيقة والتشكيك، مباشرة مع مناظرة مسيحية وإسلامية. أما هلأ مشاهدينا خلينا نرجع لأجواء خفيفة ومسلية ومنشوف لمحة من حلقة مبارح من فرصة عيد. مساء الخير وأهلا وسهلا بالحضور الكريم الموجود معنا بهالأمسية الرائعة واللطيفة بوجودكم. أكيد الشكر الأكبر بالبداية لشركة مروة جروب يلي حبت تكرم شخصية مهمة من لبنان رفعت اسم وطنها مش بس ببلدها إنما بالوطن العربي وبأنحاء عديدة من حول العالم، خاصة إنه المكرم الليلي حول الإعاقة إلى طاقة، والظروف الصحية الصعبة يلي عايشها لسنوات طويلة وبعده عايشها لغاية اليوم ما منعته أبداً من تقديم الأفضل إن كان بعالم المسرح والتلفزيون وغيرها من الكتب المهمة. الشخصية المكرمة الليلة طبعاً العملاق اللبناني بالفن والمسرح الأستاذ رفيق جعارة، وأنا سعيدة أدعي المستشارة الإعلامية لشركة مروة جروب الأستاذة باتريسيا الهاشم تتفضل لتسلم جائزة شركة مروة جروب للمكرم الأستاذ رفيق جعارة. مساء الخير. شركة مروة جروب والأستاذ مروان حداد حبوا يكرموا كبير من لبنان، مبدع من لبنان قدم للبنان الكتير وحمل لبنان لكل أصقاع العالم. من لبنان الحلم حب يحلم بمستقبل هالقد ورتنا إياه، هالقد كبير وبيشبهنا، شاركنا رؤيته حلمه نجاحاته والجوائز العالمية اللي حصدها. تتشرف الليلة مروة جروب إنها تكرم كبير من لبنان الأستاذ رفيق جعارة. هيدي كانت لمحة عن شو حضرنا مبارح على شاشة الام تي في. بنرجع لكم خلال حلقتنا مشاهدينا حتى نعطيكم لمحة كمان عن شو ناطركم الليلة وبالايام الجاي على شاشة الام تي في. اما هلا خلينا نشوف شو ناطرنا بفقرة تكنولوجي مع إلي ابو صالح، وحسب ما عرفنا في معرض جديد ومعرض منتظر كل سنة بهالوقت حتى نشوف شو اخر التطورات بعالم التكنولوجيا والجادجتس. ننتقل سوا لعند إلي.